قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صاروخ سارمات سيدخل الخدمة في القوة المسلحة الروسية نهاية العام الجاري. وأكد الرئيس الروسي خلال كلمته أمام حفل خريجي الأكاديميات العسكرية، أكد أن موسكو تعمل على تطوير مختلف أنواع الأسلحة في الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الجيش والأسطول سيواصلان مسيرة التنمية والتطور على الرغم من كل هذه الصعوبات. وأشاد بأداء أفراد الجيش خلال العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى 5 مليارات دولار كمساعدة مالية شهرية لدعم اقتصاد بلاده المتعثر. أوضح الرئيس الأوكراني أن هذا المبلغ مطلوب لتمويل عجز الموازنة. من جهته صرح مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية في وقت سابق أن أوكرانيا قد فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما فقدت 200 مصنع منذ بدء العملية العسكرية الروسية. أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية أن القوات الروسية تسيطر وبشكل كامل على بلدة توشكيفيكا الواقعة في دونباس شرق أوكرانيا. وأوضحت السلطات الأوكرانية أن روسيا باتت على بعد بضعة كيلومترات من منطقة سيفيرودونسك وليسا تشيرسينك، مع تواصل الاشتباكات في إقليم دونباس بشكل محتدم. هذا وأعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرجي غايدي أن الضربات الروسية استهدفت 3 جسور تربط بين المنطقتين، مما ساعد في عزلهما عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أوكرانيا استخدمت بنجاح الأسلحة الغربية ومنها صواريخ هاربون المضادة للسفن، وذلك خلال الأسبوع الماضي. أضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن الهجوم استهدف بصورة شبه مؤكدة زورق القطر الروسي الذي تستخدمه روسيا في نقل الأسلحة والأفراد إلى إحدى جزر شمال غرب البحر الأسود.